بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد منوريني ومشرفيني بالقناة. قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة، جيبي حاجة علشان تشربينها ويلا معاي بلشي الفيديو. حياكم الله. قبل ما نبدأ حاب أعرفكم على قناة أسس لتعليم الطبخ، تعلمك الطبخ كذا من الألف للياء اللي ما تعرف تطبخ. يا بنات قناتها جدا رائعة وحلوة، بخليها تعرف عن نفسها. رابط قناتها تحت في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت مثبت. السلام عليكم. حابة في هذا الفيديو أسلم على أم سارة الغالية، أتمنى أن تكوني بأحسن حال. وبالنسبة للغاليات متابعات أم سارة، حابة أخبركم عن قناتي، قناة متخصصة في التأسيس في الطبخ والمطبخ، تعليم أسرار الطبخ، كذلك الانتقال بالطبخ من المذاق العادي إلى المذاق واللذاذة في الطعم، والأسرار وشرح الأسرار في الطبخ. هذه هي قناتي، أرد على استفساراتكم سواء كتابيا أو التعليم بالفيديو. في شهر رمضان بإذن الله عز وجل ستكون هناك مسابقات على جوائز مالية، تشجيعا مني لكم وللمشتركين في قناتي. قناتي قائمة على التعليم والإفادة بكل أمانة وصدق، فمن نشر هذه القناة وأفاد الناس بهذه القناة فهو داخل في الأجر. اليوم بإذن الله تعالى عندنا مسابقة خفيفة لطيفة ظريفة كذا، بوريكم الجوائز اللي راح تستلمونها. بس أول خلونا نعرف شو الشروط. الشروط أول حاجة وأهم نقطة، مع الأسف أني بشحن الهدية فقط داخل المملكة العربية السعودية، يعني أنت لو خارج المملكة مع الأسف أنا ما أقدر أشحن لك الهدية، لكن إذا كنتي برا وتعرفين أحد داخل السعودية يستلمها عنك ما في مشكلة. أو مثلا أنت مثلا برا وعندك صديقة داخل السعودية وأنت ربحت الجائزة وحابة تكسبينها هذه الجائزة على وجه رمضان، برضو كمان ما في مشكلة نشحن لها الهدية، بس زي ما قلت داخل المملكة. اعذروني متابعات الحبيبات اللي خارج المملكة، صعب أنه أنا أشحن الأغراض برا، فيها إجراءات كثيرة يعني، فخيرها بغيرها إن شاء الله. النقطة الثانية اللي بتكلم عنها اللي هي كم عدد الفائزات. مع الأسف عندي فائزة واحدة اليوم بتربح معاي ثلاث هدايا، والهدايا راح أوريكم إياها بعد شوي. شو الشروط يا أم سارة؟ الشروط طلعت عندكم صورة على الشاشة، أتوقع اللي بعمري من 30 و40 و50 ممكن جيل 20 يعرفون اللعبة. هذه لعبة قديمة جدا، الحين اندثرت تقريبا، ارتبطت بماضينا الحلو لعبناها وحنا صغار. اللي تعرف اسم اللعبة هذه تكتب اسم اللعبة، ركزي بالشروط كويس، تكتبين بالتعليقات اسم اللعبة وجنبها تكتبين ذكر، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، حاجة زي كذا، بس ذكر قرآني وجنبها اسم اللعبة. مسموح لك تشاركين بألف كومنت، عادي شاركي أكثر من مرة، أنت حرة. برضو لا تنسين تطقين لي فولو واشتراك يعني، وبرضو تحطين لي لايك. هذه من شروط المسابقة. أنا بعلن على الفائزة بإذن الله تعالى بعد يومين داخل الفيديو تبعي، يعني مو فيديو بكرة ولا فيديو بعد بكرة، فيديو بعد بكرة بنزل الفائزة بالمسابقة قدامكم، بختار كذا من الكومنت وأنتم تشوفون، والفائزة بتتواصل أكيد أكيد مع المنسقة حقتي، وبيطلع لكم وقتها رقم المنسقة حقتي على الشاشة علشان نبعت لها أو نرسل لها الهدية. طبعاً كان ودي انه افوزكم كلكم، وكان ودي انه كلكم اوزع عليكم هدايا، لكن انا سبق سويت هدية لكم، هدية ما زالت جارية وهدية ما زالت ماشية لكل متابعات ام سارة. انا ما احب اتكلم بالحاجة هذه، لكن من باب انه لكم علي فضل ولكم علي جميل انا ما انساه. طبعا انتم عارفين انا يطلع لي ارباح من اليوتيوب، الارباح هذه انتم كل ما طلعت مبلغ كذا لوجه الله تعالى انتم شركاء معاي بالصدقة هذه، كل متابعاتي أنتم شركاء معاي بالصدقة هذه اللي قاعدة تطلع، متخيلة؟ يعني الحمد لله على كل حال، إن شاء الله إن شاء الله كذا إنه عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، كنا نتجمع كذا على صدقة وعلى أجر عظيم.
طيب الحين يا حلواتي كذا زي ما قلت لكم، انزلي تحت بالتعليقات اكتبي لي شو اسم الصورة اللي على الشاشة، شو اسم اللعبة اللي لعبناها، وجنبها لا تنسين تكتبين الذكر، وبرضو تطقين عندي اشتراك، وكمان تدعميني بلايك صغير علشان تدخلين معاي للمسابقة. بدون هذه الشروط اللي قلتها مع الأسف راح تستبعدين من المسابقة حتى لو فزتي. ها طيب الحين تعالوا معاي كذا، خلونا نشوف شو الهدايا اللي انا جبت لكم اياها، ووريكم واحدة واحدة. طبعا هم ثلاث هدايا وفائزة واحدة. تعالوا معاي كذا خلونا نبدأ بأول هدية، وهذه الجائزة الأولى تستاهلونها. اليوم معانا فرن كهربائي من كاليكون، يا رب يا رب اللي تاخذها تستفيد منها إن شاء الله. طبعا الفرن فيه تقنية توزيع الحرارة، فيه من فوق وكمان فيه من تحت، وبرضه كمان يجي معاه سيخ علشان شوي الدجاج، سعته 38 لتر، قوة الفرن 1600 واط، وضمان الفرن سنتين. حسيت انه في البعض راح يحتاج برمضان، لان برمضان نستهلك الفرن كثير، فحسيت انها راح تكون بحاجة الفرن، فيا رب كذا عليها بألف عافية. الحين بلف لكم اياها على اليمين كذا وتشوفون الخصائص اللي بالفرن. اول حاجة يا بنات، في الفرن فرن كهربائي بسعة 38 لتر، يستخدم تقنية التسخين بالحمل الحراري لطهي أسرع، يعني كمان يحل مكان المايكرويف. إذا أنت ما عندك مايكرويف هذا بيوفر عليكي، يوفر عليكي سالفة المايكرويف، يعني هذا مايكرويف وبنفس الوقت فرن. برضو فيه ضبط متعدد بدرجة الحرارة 250 و150 درجة مئوية، عناصر تسخين قوية ستانلس ستيل 1600 واط، تسخين مزدوج الطبقات، ثلاث أوضاع للتسخين، مؤقت يصل إلى 60 دقيقة مع صوت تنبيه، وأخيرا يشمل طقم روتستري صينية خبز، وكمان مقبض ورف سلكي وصينية فتات. في أحسن من كذا؟ طبعا أنا مضطرة أفتح معاكم الكرتون لأني أخاف يكون في شيء مكسور، في شيء مضروب جوا، ويوصلكم الكرتون أو الأغراض توصلكم تعرفة. فتعالوا خلونا نفتح مع بعض، يعني يوصلها الكرتون وتلقى الأشياء متحركة من مكانها شوي. هذا أنا اللي فتحته علشان أتأكد بس من كل شيء سليم. خلوني كذا أفتح الكرتون معاكم وأرجع لكم. وما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الفرن أو المايكرويف زي ما تبغون. طبعا يجي مع الأدوات كاملة، هذه الأدوات يا بنات، هذا الكتيب، وهذه الأدوات، في من داخل السيخ حق شوي الدجاجة، تدخلين الدجاجة وتلف من حالها من داخل، وفي هذا الخطاف ماني عارفة ايش هو، وفي الشبك هذا هو، كمان في صينية فرن. حلو. طيب خلونا نفتح الكيس. طبعا الفرن جديد علشان ما حد يقول مستخدم ولا شيء، ما شاء الله تبارك الرحمن الفرن جديد زي ما تشوفون. الله يبارك يا رب اللي تبغى تاخذه. حاطين عليه هنا انه يطبخ الدجاج والسمك، المشاوي، كمان التوست يسوي، الكيك، البيتزا، الذرة، يسوي كل حاجة انت حابتيها. عندك هنا اربع درجات، عندك الخصائص، هنا تضبطين درجة الحرارة، وهنا تضبطين النظام، تبغين من فوق او تبغين من تحت، يعني فيك تشغلين من فوق وفيك تشغلين من تحت، او اذا تبغين من فوق ومن تحت مع بعض كمان موجود. برضه عندك المؤقت اللي هي الساعة. في احسن من كذا؟ ما اتوقع فيه، كأنه فرن عادي. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الفرن من جوا خلاص، يعني كذا فرن على سنقة عشرة زي ما يقولون، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يا رب يبارك للي تبغى تاخذه وتشتريه. الله يا رب كذا يبارك للي تبغى تاخذه وتشتريه ان شاء الله تعالى. طبعا الفرن فيه من هنا فتحات تهوية كامل مكمل، وزي ما قلت يا بنات يصير فرن ويصير مايكرويف. هذه كانت جائزتي الأولى لكم. تعالوا الحين خلونا نشوف الجائزة الثانية. حبيت أجيب شيء كمان تستفيدين منه كربة منزل، أتوقع أصعب حاجة على ربة المنزل برمضان تقطيع البصل، فجبت فرامة بصل أو فرامة طعام اللي أنت حابة. خلاص فيها شفرة من الستانلس ستيل 350 لتر 120 واط، وبرضه سهلة التنظيف، وعليها ضمان سنتين يا بنات، وبرضه الفرن عليه ضمان سنتين. برضه راح افتحه معاكم علشان نشوفه من داخل وتأكد بو كسر ولا بو حاجة ولا بو شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت الأجهزة اللي أحس إنه ست البيت ما تستغني عنها يعني وتحتاجها، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الجهاز، الله يا رب يبارك اللي تبغى تاخذه، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الجهاز جديد
زي ما انتم شايفين. خلاص هنا تحطين البصل، تحطين اللي انت حابه وتقفلين بامان وبتضغطين الزر. حلو كذا. الله يا رب زي ما قلت يبارك للي تبغى تاخذه. اتوقع بيفك عليها ازمه برمضان ويريحها. ودي والله لو اجيب كلكم هدايا، والله كلكم تستاهلون وكلكم كذا، يعني ودي لكم الافضل ودي لكم احسن. طبعا الاغراض كلها برجع اغلفها بعد ما اخلص نفس تغليف المصنع بالضبط باذن الواحد الاحد. تعالوا الحين معاي خلونا نشوف الهديه. الهديه الثالثه والاخيره عندي هنا يا بنات طقم، طقم صواني بايركس. طبعا يا بنات النوعية ممتازة، مش اي كلام ولا هي برخيصة، تستاهلونها. خلوني افتحها لكم وتشوفون من داخل النوعية. يعني طبعا هنا الصواني هذه يا بنات ماخذة علامة الجودة من ساسو، الهيئة السعودية للمواصفات ومقاييس الجودة. خلاص يعني مش حاجة اي كلام، لا والله حتى الصواني جبت لكم اياها فخمة وحلوة زي ما قلت تستاهلون. هذا الطقم ما شاء الله تبارك الرحمن يجي ثلاث حبات مع بعض، حبة صغنونة كذا، وهذه حبتين. حلو. وهذه يا بنات الحبة الثالثة، الخامة ثقيلة وحلوة، واضح انه فيها جودة كمان. الله كذا يا رب يبارك راعية الهدية. بس والله يا بنات هذا الكلام اللي حبيت أقوله، كلمة صغيرة حابة أضيفها بالنهاية. هذه مش آخر الهدايا، كل ما جاء موسم ولا جاء حاجة ولا شيء ولا حاجة يعني أهديكم. أنا سبق طبعا سويت هدية لكم، هدية هي أفضل من الهدايا هذه كلها، وقلتها سابقا برجع أعيدها. الشيء اللي يعني بيني وبين رب العالمين يبقى بيني وبين رب العالمين، لكن أنا أخذ أرباح من القناة. نعم، والأرباح هذه يعني ما أحبني أتكلم بالحاجة هذه، لكن أنا أطلع عنها يعني صدقة لوجه الله تعالى. أنتم شركاء معي بالصدقة هذه، كل واحدة متابعة الأمسارة وحاطة الأمسارة اشتراك وتتابعني، أنت مشاركة لي معها بالصدقة إلى أن أقفل قناتي أو أموت بإذن الواحد الأحد. أجر لي ولكي بمشيئة الله. بس والله كذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو، أتمنى من كل قلبي تكونون استمتعتوا واستفدتوا. إذا حبيتوا قناة أم سارة لا تنسون تطقون عندها اشتراك، وحياكم الله أنت بالقناة. وإذا حبيت الفيديو لا تنسين تدعمين أم سارة بلايك، لايك صغير يشجعني ويخليني أستمر. أشوفكم على خير بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعتكم الله.